السلام عليكم بنات، كي داير اختي؟ لاباس عليك؟ بخير، كلشي مزيان. اسمحي لي البنات، عرفتوا راني عيانه، جيت من الخدمه، خرجت مع رحنا نكمل الكونفينمون، كنسدو حتى ل11 وداك الشيء، وبحرا وتال 12 عاد كنجي للدار، كنجي عيانه مهلوكه. بعد عليكم راه فيا الحساسيه وكلشي. اول حاجه بغيت نطلب منكم واحد الطلب البنات، بلي كاملين بغيتكم تدخلوا الانستغرام ديالي ديروا ليا ابوني، لحقاش بغيتكم تدعموني في انستغرام، لحقاش كندير بزاف نتاع لي ستوري هادفين للبنات، كنوعي البنات في لي ستوري ديالي، وبغيتكم كاملين تدخلوا لحقاش كندير ستوريات يهموكم بزاف، وستوريات كما نقولوا لي كما كندير في يوتيوب بزاف نتاع المرات، كنحط مشكله نتاع البنات وكنهضر عليها في ستوريات، وبغيت كاع البنات اللي عندي هنا يمشيو عندي الانستغرام باش يستافدوا من داكشي اللي كنقول، ويتابونا ويبارطاجيو داكشي باش كاع البنات كما نقولوا يستافدوا من ديك الهضره اللي كنقول. اليوم اختي واخا راني عيانه ما بغيتش نعس بلا ما ندير فيديو، لحقاش ولفتكم كل نهار ندير لكم فيديو، وليتو بحال جزء من حياتي، وليتو عائلتي. سمحوا لي راني جايه لا مقاده لا ما والو، درت غير واحد الكروس في الساع باش ما نجيش كما نقولوا راني ما مقاده ما والو، جايه كما نقولوا كاع قلعت مكياج وكلشي باش نعس، وقلت لا والو نصور فيديو باش غدا نحط ان شاء الله. المهم جيت بالمشكل نتاع واحد المتتبعه ديالي مسكينه، وبنت من الجزائر، تحيه لكاع البنات الجزائر اللي كيتابعوني، كنبغي نقول لكم كنبغيكم بزاف، وانتم على راسي وعينيا، فريمون كنشوف كميه الحب منكم كبيره، وكتبغيوني وكتبعوني حتى انا كنبغيكم ونموت عليكم. تحيه للشعب الجزائري الشقيق. المهم اختي جيت نشارك معكم المشكل تاع واحد البنت اللي بغات مشكلتها تكون عبره للبنات، لكل وحده تسمعها. المهم انا صراحه ما سمعتهاش كامله، غنسمعها كامله معكم، وان شاء الله البنات تستافدوا من هذه المشكله ديالها وكل شيء. المهم الا بغيتوا البنات اللي بغات ندوز المشكله نتاعها عندي في فيديو، وباش البنات كيما نقولوا يتعضوا منها، وباش نصحها ونقول هذاك الشيء في فيديو يبقى لها فيديو تحفيزي تسمعوا كل مره، تدوز عندي الانستغرام تقولها لي، تقولي رجاء انا بغيتك تدوزيني في يوتيوب باش نعطيها لمرتي واتساب وتصيفط لي الفوكالات ان شاء الله، وندير عليها فيديو. يلا هالبنات نقولوا بسم الله نسمعوا القصه نتاع الاخت ديالنا. فوالا هما زعما زعاقه سلام رجاء، انا بنت من الجزائر، عمري 22 عام، حبيت نحكي لك قصتي وبشر البنات. تليفون تاعك وانا وبزاف بنات صغار تديو العبره من هاد القصه، بالك نفيدهم ونوعي بزاف بنات. بون انا يا بنت نقرا في الجامعه، حبيت واحد كيفي انا كيفي كيف البنات، زوينه الحمد لله ما خصني والو. الغلطه تاعي هو تعلقت بشخص ما كانش تاعي، وهذا الشخص باش نجو نيشان صغر عليا بعامين، هو في عمره 20 وانا 22. هو كان امي بخوش تاعي، كان يحكي لي دي فوا يفرغ لي قلبه، يقول لي فوالا انا خلط انا هادي. انا الولد كان يعجبني، وسيرتو كي كان يقول لي بلي انايا على هاني نخلط باسكو البنات يستاهلوا، باسكو ما لقيتش لي وحده اللي تجيني على قلبي ومنا كنا صحه. انا بديت نتعلق بيه شهر نهار عام عامين، حتى واحد النهار رحت له قلت له كترفض بالمشاعر تاعي. بلا ما نطول عليكم البنات، اختي رجاء اعترفت لها بالمشاعر تاعي، هو تاني اعترف لي فوالا قال لي تعجبيني، درنا غلاص. قلت لها بصح اني خايفه هاد الغلاص وما تنجحش باسكو انا كبير عليك، قال لي لا انا ما يهمنيش اللاج، انا تهمني انتي ويهمني العقليه، انا ما عنديش بروبليم مع اللاج. قال لي انا صغير وخرجت مع وحدين كبار سيدي 96 وعادي. قلت لها سمو باس دو طون، قال لي لا ماشي باس دو طون، قال لي انا وين ما لقيت راحتي نمشي. صح معليش، شو الوهمني بهاد الهضرة؟ كان يكذب عليا وانا نأمن فيه. حتى واحد النهار قلت لها تخيل هكا تخلط عليا، قال لي لا صبتيني مخلط، لقيتيني مخلط قولي لي فوالا ترخيص وتسمحوا لي على هاد الكلمة وبارك الله فيك. قلت لها اوكي. حتى واحد النهار صبتها مخلط، قال لي واه انا مخلط وانا نهضر مع فلانة وعادي، قالها لي بكل ارتياحية وكل بود قلب مدهاش فيا. كي قلت له قال لي انا انتي يعني ديريك مدامتي حلالي،
دايرك مدامتي حلالي وهما نزعق بيهم شغل. انا ديني مراته هو وهما زعما زعاقه. انا امنته ما نكذبش عليك. قلت لها فوالا مين تبغيني بيلي كيفاش. هي قلت لها مين تبغيني نمشي نروح عند ماما. قال لي واه نجم نروح. راح عند ماما قال لها فوالا راني باغي بنتك. قلت لها ماما بصح انت يا في الزايد. قال لها شحال عندي. قلت لها بصح بنتي زعما كبيره عليك ما تجيكش وديجا بنتي عاد تقرا وانت عاد راك تكمل قرايتك ومنا. قال لها لا نورمال. قال لها الحاجه انا ما يهمنيش اللاج وما على باليش ومنا. قلت لها لا جاني. قال لي قال ماما يا ربي. قال ماما قال لها روحي قولي لها باللي انتيا ما بغيتيش يعني ماما ما بغاتش بما انا من غير لاصقه فيه. هضر معايا في التليفون قال لي فهمي ماما بلي انا راك سيريال ويحلف لي ويعاود. انا امنت. قال لي ترى الرسول صلى الله عليه وسلم دا خديجه كبيره عليه. كي كنت نقولها لماما وصلت دابست مع ماما ومنا ماما قالت لي بصح هذاك الزمان تاع الرسول والزمان تاعنا ماشي كيف كيف. قالت لي زعما انا في المجتمع شتي كي داير يحكم على المظاهر على اللاج على كل شيء. قالت لي والله العظيم انا هذا راه باغي يجيب لك وقت ويخطيك. ما امنتهاش سورتو كي كان يحلف لي. قال لي انا جامي مشيت عند ما تاع بنت وانت الاولى وما على باليش وانت مدامتي وانت حلالي ومانيش عارفه. اما انت فاتو يامات جو يامات. انا ديت صايد ديت نعشق فيه وحد الان ما نكذبش عليكم حد الان شغل انا دابزه نعاود نولي تنحلف عليه نقول ما هضرش معاه نعاود نولي شغل مغناطيس جبد ليه عاود هو يجيب داك عنده. فاتو يامات انا مديتش نقط. قلت لها الى عينك جيب ماماك. اللي من دروك انا جيب ماما وتمد الكلمه ديجا مانيش واجد. قلت لها صح معليش. توحد نهار تبارينا وعاود وليت. قلت لها فوالا نولو. قال لي لا سي بون. قال لي نحط صح هاد البروبليم ما نزيدش نولو. قلت لها اوكي كي غادي نديرو مور سيباراسيون. كان يحوس يعيط لي يهضر معايا. واحد النهار كنت انا واختي برا عيط لي فوالا. قال لي راكي برا وراكي تخرجي ومنك شو متسيبارين ويعيط لي. انا هذيك ما فهمتهاش. كي قلت له فوالا اسكو زعما عينك فيا ولا. قال لي لا. قال لي انا ني باغي وحده باغي نديها. قلت له انا قال لي تي مرتي تي مدامتي كيما هكا يا البنات والله يا رجاء اختي تي مدامتي وهي مرتي. سمرتني انا عهيره وانا ما نسواش. سمحوا لي بزاف على هذه الكلمه. عرضني عهيره وما نسواش. فوت لها الكلمة وسمحت لها. بكيت ندبت بكيت الليل ما قيمنيش ما دهاش فيا. وصلت يا رجاء اختي كي تلاقيت معاه بكيت له. اقسم بالله بكيت له. بابا ما دهاش فيا. شوف هي قال لي كي تبكي وخلاني. هذا قلب حجره كاع كيما هاك. هبل عمي الحجر ويتهرس الحجر ويتهرس. هذا ما دهاش فيا ما قيمنيش. شغل انا دليت روحي بكيت له جريت مورا قيمته غير باش يبغيني. نورمالمون البنت مور لا سيباراسيون دير قيمه لعمرها وتجبد روحها. انا لا العكس عاد زدت جريت باش نولو. وهاد السيمانه ولا مانيش حابه نطول عليكم البنات باسكو شوفوا بكيت له في التليفون بكيت له فاس فاس وما دهاش فيا ما دهاش فيا. صاي انا شت انا وليت نبان لهذاك الانسان اللي انا واقلو. وانا شوفوا فاتوا عليا بزاف صغرح في حياتي بزاف بزاف بزاف. نغدرت من بنات صحاباتي نغدرت منه هو بزاف. وشخصيتي راهي ضعيفه بزاف 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 بزاف. دليت عمري يا رجاء اختي ماذا بك تعاونيني وتعطيني دي كونساي باش نوقف على رجليا باسكو عييت 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 بزاف. شحال من مره حاولت ننتحر شحال من مره دعيت على روحي شحال من مره حاولت نهرب من الدار ما قديتش باسكو عييت. عشقه جرجرني قعدت نقول مين ما بغانيش مديبي من الاول ما يجيش من الاول ما يديرش. ايا كي قلت انا قال لي انايا نتيا نتي جيتيني انا خاطيني شغل حصل فيا. حتى واحد نهار
اختي كي هضرت معاها قالها انا اختك يعني مربي اسكو زعما كنت باغيها ولا لا، غير لاش كان بيناتنا، ولو كان زعما جات تقضي في اللاج نروح نهضر مع ماماك اوفيسيال زعما ماشي غير كي ديك النهار زعما زعقت ولا، فهمتيني يا رجاء اختي؟ هي كي مشيت لها قالت لي انتي واش رايك، قلت لها زعما انا لو كان جيت نديرها قلبي نامنك، لو كان جيت نامن عقلي ما نامنكش، قالت لي ايه سي بون ديها بالكوتي نيجاتيف ونسايني. هاد السبع ايام اللي فاتوا عيط له، انا عيط له، انا عيط له، انا عيط له، عيطني قال لي ما تعيطيليش على خير كوب عليا، وكان في خاطر نشوفه وكاع هو صيب هو دفع راسه بلي كملنا صيب ما تزيديش تشوفيني، انا ني عايش حياتي نخرج نلبس نضحك مع صحابي وانت قاعده تندبي عليا صاي. انا ما قديتش غاش اختي، راني نضر نبكي من بعد نبكي صيب، وليت نشوف فيه غير هو، ما قديتش كيفاش ندير والله. وحبيت ان شاء الله تكون هاد القصه تاعي مختصره عبره لكامل البنات لي قدي لي كبر عليا لي نية كيفي لي تمشوا بقلبهم كيفي، لي صغار ما تأمنوش، ماشي كامل لي يحلف لك يبغيك، وأمنوا ماماك يماتكم كي يقول لكم باللي خطاكم هاد الإنسان لا بغى صحبة لا بغى صاحب، خطاكم هاد الناس يعني راهم هما راهم شافوا صوالح ما شفناهمش، الأم تحس هادي هي، ما حبيتش البنات يغلطوا نفس الغلطة تاعي باسكو انا غلطت بزاف، وحابه نوقف على رجلي وحبيت ننسى ونبدل حياتي ونافونسي ما عرفتش. رجاء اختي سمحي لي بزاف بزاف، وماذا بيا تعاونيني، وربي يفرحك وربي يرحم ماماك، وهذه هي تهلا في راسك. والحاجه التاليه كامل اللي درتها ورجاء اختي ضرتني بزاف، انا مشيت له في الليلة تاع العيد وزفت له ميساج قداش قد الأرض خوي تكمل المشاعر تاعي منه على فاد راسها كامل مقراش، وش يقول لي مبروك عيدك، ما دهش فيا ما دهش فيا كامل. الواحد كي توصلي تبكي له لا بغى عدو تاعك ما تنجميش، انا وصلت بكيت لها، وصلت رسلت لها لي ميساج، وصلت زفت لها البنات، وصلت تبعتها، وصلت كامل دات البوسيبل وما قيمنيش، عفست على الكرامة تاعي، انا اللي نبان له بلي ما كان والو، انا الشكلة هذه هي. ما جيت نخدم نسمعهم دابا صافي حتى بلاتي، المهم تيقولي كاع داكشي اللي عندك وصافي، انا عليا غادي. انا هي اللي تحديت كامل البنات كامل صحاباتي كامل الناس اللي بغاتني اللي تبغي لي الخير، قالوا لي فوالا خطيك الولد تاع زعاقة، انا ما امنتهمش، انا اللي كل شيء خسرته في التالي، خسرت لا كونفيونس تاع دارنا، خسرت لا كونفيونس بروحي، اللي تنبان بلي انا والو، انا ما كان والو، انا غير انا ما حبيتش البنات يغلطوا نفس الغلطه تاعي، باسكو لي ستوار تاعي جوستها بزاف، دلت عمري بزاف، بكيت ندبت كل شيء درته على فهم، كملت سمحي لي ما قالها ليش، قال انتي كبيرة عليا انا قادر نديك، بصح في دقيقة تحطم ما تكلش عليا هكا قالها لي، وانا اللي كبيرة عليه نورمو انا نقولها ماشي هو يقولها، هو قالها لي. رجاء مادا بيا تعاونيني، مادا بيا تمدي لي الكونساي اللي بغات هضري بالقاصح بالك ندير القلب وننساه ضروري القاصح، وربي يفرحك وربي يرحم الوالدة ديالك، ربي يعطيك الحساب قلبك باسكو لا شان تاعك طوب وانت يا طوب ما شاء الله عليك، انت يا راكي توعي في البنات، ربي غادي يعطيك على حسب نيتك، كوني هانيه. وانا فيا البنات هادي التالي نختم لكم بها الاوديو، اقسم بالله كنا متسيبارين، كان يقول لي شوفي لي صاحبتك هادي اللي قالت لك روحي له منا فوالا، هادي منيته اصول بو هو رخيص لهالدرجه، نقول لك زعما مسكينه البنت تبغيني منا، جاني قال لي شوف لي صاحبتك هاكا هاكا ببرودة قلب، انا حد الان مخلوعه، حد الان راني مخلوعه ولا راني مخلوعه، شتو راني مخلوعه، راني مخلوعه، راني واصله هنا، حدي واحد كان خارج معاك ما يرفض غير حسب ديك العشره سيدي صحه ماشي تاع غولاس، يرفض ديك العشره تاع اللي كنت امي بروش تاعه، كنت نوقف معاه كنت نحكي له يحكي لي يقول لك سيبو، ماشي يقول لي شوفي لي صاحبتك. سالينا وما عرفش منين نبدي ومنين نكمل و...
ما عرفتش منين نبداو منين نكمل. حبيبه ديالي واش غادي نقول لك؟ الغلط من الاول حتى التالي ديالك. شوفوا انا غادي نهضر بالقاصح لحقاش. شوفوا غادي نقول لكم واحد الحاجه، فاش يجيكم شي واحد يشكي لكم وكيبغي منكم النصيحه، انا ما ننصحكمش انا كنت نصحه بواحد لا ولا وغادي ما تخافيش. شتي فاش كتنصحوا بهاد الحنانه داك الانسان كيزيد يحس بمشكلته كبيره، وخاصك تصغري مشكلته في عينيه، فهمتي؟ اسلوب النصيحه انك تصغري مشكله الانسان في عينيه. بحال هاد البنت انا الا نصحتها وقلت لها معليش يا حبيبه واجي لعندي ونعنقك وصافي وغادي تلقاي ما حسن والله يرحم الله يحسن عوانك، غادي شنو دير؟ غادي تطيح وتزيد تحس مسكينه باللي راها عندها والو. طونكو هاد المشكل راه صغير، حيت كيوصل كيقيس بزاف نتاع البنات. راه ماشي، شوفي انا ماشي ما عنديش القلب، انا عندي القلب وحاسه بكل وحده فيكم، ولكن انا كنهضر بهذه الطريقه هذه ماشي حيت انا قاصحه، مي باش الرساله توصلك وباش تبدلي، وكنهضر بواحد الطريقه اللي تدخلك يعني توعيك تتسقلك، فهمتي؟ يعني قاصح حسن من كذاب. الوغ اختي بداو بداك المساج تاعي اللي قلتي كيقول لي شوفي لي صاحبتك. اول حاجه هو كيديرها لك بالعاني، وما غرضوش صاحبتك كيديرها لك بالعاني لحقاش باش يستفزك، وعارف باللي هو قصده انه يمرضك، وقصده انه يدير لك هذا الشيء كامل باش يطيحك وباش يمرضك. علاش؟ لحقاش عارف انك طحتي فيه واحد الطيحه اللي مريضه، اسمحوا لي في الحساسيه والكحه. هو قاصد باش يمرضك بالعاني، حيت عارف انه طحتي فيه طيحه نتاع الكلاب، واخا يجي يسبك ويقول لك تفو عليك ما غاديش تمشي حيت ضمنك. كنقولها لكم ونعاود نقولها لكم وقلتها لكم، درك انت عاودتي غير الحوايج اللي انا قلتهم. الولد فاش يكون يحس بك راكي تحت صباطو في جيب ما كيبقاش يدير لك قيمه، هذه واحد. الحاجه الثانيه كيفاش انه بكيت والحجره تهزت وهو ما تهزتش؟ اول حاجه دموعك ما هانوش عليك انتيا، كي بغيتيه يهونوا عليه هو، نفسك ما هانتش عليك، كي بغيتيها تهون على داك الانسان البراني اللي عرفتيه غير البارح. انت دموعك كتبكي وما قيمتيش دموعك ورخصتيهم وطيحتيهم، وغادي يضرب لهم الحساب. هاي قالك ما يبكي لك غير شفرك، وما يحك لك غير ظفرك الحبيبه ديالي. قال ما تبقاش، انا شتي انا نموت وما نتسناش الشفقه من بنادم. شتي اكثر حاجه نكرهها هي ندير دور الضحيه، نجي لعندكم ونبقى مثلا انا داروا لي وانا فعلوا لي، ونمشي عند بنادم يبقى يتشفى فيا. لا، نقعد نكمدها في قلبي وما نمشيش عند بنادم نشكي عليه ونبكي عليه. لحقاش بنادم اختي، بنادم واش غادي نقول لك؟ بنادم اختي كيستغل نقطه ضعفك باش يضربك بيها، بنادم كيستغل ديك الحنانه ديال قلبك باش يدخل لك كيما نقولوا يدخل لك بيها، يستغل لك، فهمتي؟ شي داك الضعف ديالك اللي كتبيني له كيستغل لك، ديك الدموع ديالك راه بالعكس. شوفي راه كنقول لكم ما تبكيوش لواحد مر الفراق، لحقاش ديك الدموع ديالك راه بمثابه النصر بالنسبه ليه. هو عند راسه راه انتصر، الشمايت عنده راه انتصر صافي، باللي دار اللي بغا وطيحك وخلاك تموتي عليه، وهذا هو غرضه. علاش كنقول لكم ما تمشيوش عند البراهش؟ نتا 20 عام وش عباد الله، واحد عنده 20 عام وصيفط ثلاث صويرتو برهوش عاد صغير عاد. واش اختي انت لواحد 20 عام عاد مسكين، عاد كما قلت لكم في داك الفيديو نعاود نقولها، عاد مسكين باغي يشوف حياته، عاد مسكين فقر البنات، عاد راه ما يتصاحب، عاد عارف واش هي الصحبه، عاد كيشوف مسكين البنات. سي نورمال اختي، واش انت تزوجي بحال هذا اللي مامنه فيهم امنه بكلمته، ولا غادي يتزوج؟ واش من نيتك ولا من ريسك؟ كيفاش غادي يتزوجك مسكين وهو ما عارفش لا الصح لا الغلط منين؟ عاد ماشي انت تامني فيه وكتثقي بهضرتو؟ شتي هاد النوع هضرتو ما كديريش عليها شي. ليس على المريض حرج، وانا من عندي ليس على البرهوشي حرج، فهمتي؟ يعني اقوال رجاء التاريخيه، ليس على البرهوشي حرج. لحقاش البرهوش مسكين واش عنده شي كلام؟ ما كيما نقولوا مرفوع عليه القلم. انا بالنسبه ليا شتي، انا بالنسبه ليا هاد البراهش هادو والله ما كان نصيحتي بزاف عليهم وما كتجوزش فيهم. انا فاش كنعطي نصيحه كنعطي نصيحه على الراجل، على واحد واعي ناضج كيفاش تتعاملي معاه. اما هاد البراهش هادو راهم لا علاقه، وحتى انك تنصحي باش تتعاملي مع واحد بحالو يعني النصيحه لا تجوز على مسبتو بزاف عليه. داكشي اختي علاش غادي نقول لك، انتي اللي ما قيمتيش راسك، وانتي اللي دليتي راسك، وماشي تبكي له وتشكي له على من على برهوش. يا اختي برهوش الخلا، عادي يا اختي، ما مسكين حتى سروالو ما هزوش، وعاد مسكين باغي يعيش الدنيا، عاد قبل 20 عام عاد كيشوف هاك وهاك فرها الدنيا، عاد ماشي مسكين يشوف البنات ويخلط. نورمال غادي يخلط اختي، راه كاع الاولاد كيفوتوا بديك المرحله نتاع التخلاط، ولا ما خلطش في صغرو غادي يخلط في شرفو. الوغ اختي خلي الولد يعيش ديك المرحله نتاع التخلاط. واش داك انت الواحد عنده 20 عام؟ واش داك الواحد صغير عليك؟ انا مهم ما عارفاش، ولكن انا ضد العلاقه مع واحد صغير عليك، ولكن يعني العمر هو غير ارقام، ولكن بزاف نتاع
كاين الناس اللي كيصدقوا لهم هاد العلاقات، ولكن الصراحه انا جيم با، انا كنبغي نكون مع شي واحد اللي يكون كبير عليا، اللي كيكون واحد الشعور زوين، كيكون فهمتي، كيكون كيما يقولوا لك ليبغ. اصلا علميا اثبتت انه البنت كتكبر في عقلها على الراجل بواحد 4 سنين ولا 5 سنين. الوغ كيفاش انتيا كبيره عليه بعامين وغادي تزيد داك 4 سنين اللي كبير عليه بعقلك؟ اختي كي غادي ديروا تفاهموا، انا هكا كنشوف. ويقدر كيكونوا في شي حالات استثنائيه اللي يقدر الراجل يكون عقله كبير، ولكن واخا كيكون صغير، ولكن هادو حالات استثنائيه. الا لاحظتوا مانيش قادره نزكي حتى فريمون راني عيانه بزاف ومهلوكه، الخدمه وتماره ومعرفني شي عيانه. واش غادي نقول لك الحبيبه ديالي؟ نصحك هو انه اول حاجه غادي ديريها مهمتي، عرفتك باغي ترد اعتبارك وباغي تنتقمي وباغا واخا هاد الانسان ما يستاهلش، مي انا غادي نديك على قد عقلك واخا بروش، ولكن غادي نديك على قد عقلك. اول حاجه هذاك الدل اللي راك طيحيه غادي توقفيه، هذيك كيما نقولوا الدموع اللي تفي تبكي عليه. اكثر حاجه كديري تقدري ديريها البنت غلط هي انك تفرقي مع شي واحد وكتفي تبيني له ضعفك، حيت هادشي مور الفراق هو قالك تسيباريت عليه وكيعيط لها علاش راكي خارجه مع صحاباتك. لحقاش واخا مور الفراق شو داك المثل تاع خانز بصح عيني فيه، يعني واخا تفرق معاك ولكن كيبغي تبقاي عايشه على الاطلال ديالو على السيفونير ديالو، تبكي له باش يبقى توجو هو حاس براسو شي حاجه انا هو اللي في حياتك، فهمتي؟ واخا يمشي هو عند هادي وهادي ولكن يبغيك فوقاش ما يرجع لك يلقاك تما يا اختي بحال الجفاف وبحال الشيفون. الو اختي انا ما نرضاها حتى لوحده فيكم، وانت ما غاديش ترضيها لراسك داك الشيء اختي، علاش غادي تجمعي راسك وديك الدموع اختي؟ ما راكيش ما كيما نقولوا ما اختي ما تهونش عليك باش ما تهونش عليه هو. اما الا هانت عليك وطيحتيها بعد طيحيها غير بينك بين راسك مع امك مع اللي عزاز عليك، هو ما تبينيلوش اختي ديك الدمعه، والله يا اختي غير دمعتي اللي ما يشوفها. وكنكون كيما نقولوا نعض عليه البلاستيك ونقطع عليه الشروط، والله ما يشوفها، حيت باش يشوفها ها النتيجه، يقطع عليك وما يقيمكش. علاش؟ حيت انتي ما عطيتيش قيمه لراسك، حيت انتي حطيتي راسك في هذا الموقف انه برهوش يتصر عليك، انه برهوش يقول عليك خبازه ولد 20 عام مسكين صغير عليك عاد ما شايف والو، انت عاد ناويه للزواج. عباد الله واش حسابكم الزواج لعبه؟ واش حسابك غير يجي وتزوج؟ راهم الناس بعقلهم ومخلهم مفوتين وما قدوش على مسؤوليه الزواج، غادي تقضي قد عليها واحد بروش نتاع البر عاد مازال مسكين ما عارف لي من الليصر ولا اختي. تانتوما اللي كتمشيو كتعارضوا الزواج على براهاش اختي، تانتوما واش هذا عقلكم فين كيكون اختي؟ غير بغيت نعرف اختي عقلك فين كيكون، بغيت نعرف اختي عقلكم فين كيكون. دروك واش هاد البروش اختي كتشوفيه نتاع الزواج؟ هاد البروش مسكين اللي عاد باغي يخلط وعاد باغي يمشي منه، ملي كتشوفيه نتاع الزواج نتاع اجي هضر مع ما، واش بقات في هضر مع ما؟ واش بقات في الزواج؟ بقات واش كاين في مورج الزواج؟ راه مش لا ما تزوجو ما تغمي غركش خاتم ولا هضره. شوفي البيوت اسرار، شوفي واش راه كاين مورج الزواج، شوفي لك شي راجل اختي اللي يكون ناضج وشايف وجامع راسو واش عنده مستقبل، يعني كيما نقولوا راقي في تفكيره وراقي في تصرفاته، جيبي معاه وليدات كيما نقولوا تستقري. واش هذا نتاع الاستقرار عباد الله؟ واش هذا البروش نتاع الاستقرار اختي؟ حتى انت اللي جدك يعطيك العصا 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 يا اختي، والله العظيم خاصكم نقصوا حياه شويه اختي باش توقدوا. واش اختي هذا دخلت عليك والله انا نبني عليه احلام ومستقبل ونبكي نبكي قدامه عند رجلي؟ الله لا يحييه ولا يحليه، لا يحيي الزمان عليه. شوفي ماشي مشكل، ماشي مشكل، حيت كاع البنات كيوقعوا في هذا الغلط هذا، وضروري من ديك تحكي في الاول باش من بعد تعلمي. ولكن اختي الغلط هو انه الى عاودتي نفس الغلط مع واحد اخر ولا الى رجعتي له، لحقاش طونكو انت كتعرفي انه ما صالح لكش وبرهوج وخلط ولا علاقه مسكين، وكترجعي له بحال اختي راكي كديري لكرامتك هكا وكتطيع عليها وكتحطي نيفك هكا وكتحكيه مع الارض بحال بحال اختي، ما فيها لا اله ولا حتى. الو اختي نصيحتي لك هادشي كامل، راني نصحتك نصيحتي لك اختي تجمعي راسك ما تبقايش تصونيل، وغادي تمشي غادي غادي المهم الا بغيتي تحكي. واخا انا بالنسبه ليا برغوش بحال هذا ما نضيعش معاه وقتي نحكو، ولكن بغيتي تحكي غادي تنخليه، غادي تبقاي تلقي ستوريات انه بري راكي عايشه حياتك، ديك الندامه انك تندمي انت توريه راكي دائما تصونيلو دائما تعيطي له دائما اختي تكبري له الشان، غادي تقطعي كل شيء في مره ما تبقاي تصونيلو ما غاديش تبقاي. وغادي نقول لك واحد لاستوس باش انك تقدري تنسايو انك تقدري تكملي حياتك هو كالتالي، انه اوكي كتبغيه تخيلي راسك ها راكي وليتي معاه، ومن بعد هاد لاستوس كتستعملو اي بنت كينجح معاها، تخيلي انك شنو كتعذبي وكتشحرقي علاش؟ حيتاش ما راكيش معاه، حيتاش تفارقتو. واخا سوبوزون كو رجع لك ورجعتو مع بعضياتكم، ومن بعد واش غادي يوقع؟ عن تروى عبلة ومن بعد هانتيا هانتي ولا لك وليتي له، ومن بعد واش انت غادي تستافدي؟ واش غادي يوقع؟ واش غادي يتزوجك؟ ها هو كاع تزوجك وتفكري راكي مزوجه مع هذا البروش في نفس الدار، دخلت عليك بالله ونبي رسول الله كي غادي تكون حياتك. واش اختي وجهك هذاك ولا كفاك اللي باغي تزوجي من بروش اختي؟ عاد طالع وعنده 20 عام مسكين وعاد ما خدام، كاين اللي عنده 20 عام وكيكون عاقل وكيكون خدام وجامع راسو هذاك يمكن يوافقك، ولكن واحد اختي هكا وما عايش مسكين عاد البنات حل فمو في البنات اختي، وهذيك باغي يخلط عاد مسكين ريوغو سايلين على البنات اختي على الشيطان
يعني الشيطان اختي داك الدل اللي تقد لي لواحد بحال هكا قلع عليا الدل، ما تبقاش اختي تصيفطي له ميساج تصيفطو لك صيفط لك ما ديريش ليه في تلاقي ستورياتي الا بغيتي تفقتيه سينو اختي كرهتيه في مره رمي عليا الزبل، الباب اللي يجيك منه الريح سدو السريح واللي ما فيه نفع دفع. صافا اختي العزيزه رمي عليا اختي المرض، وانتي راكي زينه والف واحد يش منك الله يبارك، خلوها تزيريني مالا برك الله يبارك اختي، نهضر معاك شو باللهجه تاعك حبيبه يا مالا، واش نقول لك برك يا مالا راكي شابه والف طفل يتمناك يا طفله، وما تخليش وما تدليش روحك لواحد الطفل هكا كيما هو عاد باقي برهوش مازال ما شاف الدنيا مازال ما شاف البنات، خليه يشوف البنات بلاك يعرف قيمتك، ومن يعرف قيمتك انت غادي تكوني الفوق الفوق الفوق، وما غاديش تعطيه قيمه على حقاش ما يستاهلش. الوغ ما يستاهلش تعطيه قيمه، وداك المثل تاع طلعنا الشن اللي ما عنده قيمه حسب راسو فلان وهو غير بهيمه. الوغ ضروري علاش كنقول لكم ما تعطيوش القيمه، سمعوا النصائح نتاع اختكم، انا راني اختكم وكنبغي لكم الخير، شوفي عيني راهم نعسين ومازال كننصح فيك حيتاش كيضربني قلبي عليكم وفيا النعاس، وكنمشي نجاوب بنات في انستغرام ونصحهم ندير معاهم دي زابيل، وانا بداتي خاصني اللي يطبطب لي ويديني النعس راني عيانه اختي، ولكن ما كنشكيوش الشكوى الله. شوف اختي كل واحد عنده فراغ عاطفي، كل واحد عنده نقص حنان، ولكن الواحد خاص يعرف يتحكم فيه، خاص تعرفي تحكمي في داك الفراغ ديالك، ما تخليش داك الفراغ يديك انه تعيشي واحد الحوايج غلط. ومهم هذا موضوع اخر تندير عليه فيديو اخر. الو اختي العزيزه غير طولت في الفيديو بزاف، اللي بغيت نقول لك انه اجمعي راسك وما تبقاش اختي مطلعه له الشن الله برهوش بز خانز مهربز مكربز كيما نقولوا حنايا، ماشي انا نبكي له يا اختي، لو كان غير شي طوله وشي قده وشي زين وشي حطه وشي بوست وشي مكانه نقولوا يا اختي عندك الصح، ما جايبه حتى مشي لعبه وجالسه نمشي نبكي له راسي نورمال يطلع على راسه، يعني كيكون الراجل ما ساوي والو المراه اللي دير له القيمه ما ساوي والو، انت كتمشي كيلقى راسه بلي ولا كلشي عندك بيان سو غادي يطلع عليك، غادي يقول انا ما كنت معبر راسي كاع وهادي ديت لها كاع قلبها وراها تبكي عليا نورمال ماشي قدر دموعك، وغادي يفرح ويعجبو الحال لحقاش هذاك الشيء بالنسبه البراش هكا كيكون واحد النصر، امشي عاود لصحابي يقولوا شي هذيك راه تبكي عليا وراه تموت عليا وانا ما باغيهاش، فهمتي؟ الو اختي ما تحطش راسك في هاد المواقف، واللي ما فيه دفع دفع ويمشي ينطرك عليك صافي ما عندك ما ديري بيه. واختي الحياه ما كتوقفش عند شي واحد، الحياه كتوقف عند الوالدين وصافي، الوالدين اللي الا مشاو ما يتعاودوش وما كاع حد بوزبال، وهاد البراش هادو شوفي هادو كاع تجارب خاصك تعرف بانه هادو كاع تجارب باش انها تبنيك وتبني لك شخصيتك وتبني لك يعني الكاركتر ديالك وتقساحي مع الوقت وتعرفي واش غادي ديري وتعرفي كيفاش تصرفي كيفاش تتعاملي، ما تبكي ما والو اختي، عارفه بلي هذه تجربه ودايزه، عارفه بانه الضربه اللي ما تقتلكش كتقويك، عارفه بلي انك كي مرات غادي تولي قويه غادي تبكي وهادي 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 نورمال، كاع البنات كيدوزوا عليهم هاد الحوايج هادو في هاد الفترات، من بعد كتعرفي كيفاش تتعاملي كتقصحي قلبك كتولي تعرفي تجري، عارفه اختي باش ترتاحي عارفي انه الواحد الا ما كتبولكش الله راه كي ما غاديش تديه، ولا كتبولك الله غادي تديه باش ترتاحي، وعارفه بلي نصيبك راه في السما قبل الارض باش ترتاحي وتكوني اليز، واللي مكتبو لك ربي راه غادي يجي حتى لعندك، ولا مكتبو لكش ربي بلا ما تعذبي راسك واخا تبكي وتشهقي تكالما يا حبيبه، وقولي اللهم اني رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ورضي بالقضاء والقدر ديالك واللي جات من عند ربي مرحبا بها، وصافا اختي سيري صلي صلاتك وغادي تنساي وتفوكسي على حياتك، فوكسي على المستقبل ديالك شنو راه جاي في حياتك، كيما نقولوا خلقي اونتوراج ليك، شوفي هذا الشيء الفراغ وما يدير انك حاطه راسك معاه حيتاش ما كانش ناس في حياتك، دخلي ناس في حياتك تعرفي على ناس خرجي ديري خلقي راسك واحد لونتوراج، هو غير يرجع لك الكلب مي هو اصلا كلب وغادي يزيد يتكلب من عند رجليك. صافا حبيبه ديالي الوغ كوني هانيه كلشي غادي يكون مزيان، وتهلاو في راسكم البنات، البنات ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام كاملين وتابوناو لي كما هذا المجهود اللي راني ندير عليكم، ما تبخلوش عليا بابوني في لاشين وابوني في الانستغرام ديالي، كندير لكم ستوريات مهمين في انستغرام البنات، دخلوا عندي كاملين الانستغرام غنخلي لكم صندوق الوصف وغنخلي لكم هنا في شي بلاصه، والله الا راني عيانه واخا كندير معكم المجهود، وتهلاو في راسكم، واللي عندها مشكل باغا تحكيه وندوزو في اليوتيوب تمشي تخلي لي ميساج في انستغرام باش ندوز الفوكال ديالها ومشكلتها تكون عبرة للبنات. يلا تصبحوا على خير، البيضات ديالي باي باي، تشاو تشاو.